الحديث بعد الدكتور هاني وبعد الدكتور سيد يعني ملوش صعب جدا بيصعب وملوش طعم يعني. لا انت تعمل ربنا يكرمك دكتور. انا بحب الملل. ربنا يكرمك. انا بحب الملل حتى بالمناسبه انا بيقول لها فضيله بيقول لها دائما تاتي بزي واحد يعني لماذا لا تغيرين؟ فقالت كلمتها المشهوره يعني رسمت عارض ازياء صحيح. عشان كده انا بحب ميركل ولا عايز يعمل فيا اي شيء انا بقول فخير ان شاء الله يعني ونحاول نقضي قليلا ببعض الامور. الرسول صلى الله عليه وسلم قال خير الاعمال اتهمها وانقل. ففي الحديث ده انا فاهم ان هذا الحديث لان في ناس كتير بتفهمه ان المهم يكون قليل بس ده الرسول صلى الله عليه وسلم حد يركز على قضيه الدينون وان قل دي حاجه جانبيه ولكن خير الاعمال اقوى يعني هو الدوام هو الاساس اللي موجود. وبمناسبه موضوع الزاد في موضوع الاوقاف يعني انا منبهر بالسياسه الانسانيه الخيريه في المانيا حقيقه يعني. بحكم القانون الالماني من حق اي مؤسسه ان تحتفظ ب 10% لما تراه مناسبا للاستراتيجيه بتاعتك. يعني لما بتيجي عندنا رقابه ماليه من الوزاره لما بيلاقي عندك حق حدود 10% من حجم الدخل اللي موجود عندك ان المؤسسه تحطه في اي مجال مش موضوع ريزيرف فقط ولكن تحطه في اي مجال هي شايفاه استراتيجيا مناسب ليها. قضيه الاوقاف ثقافه قويه جدا في المانيا واعتقد في دول اوروبا كلها. يعني عندنا بنسمع عن بي ام دبليو بنسمع عن مرسيدس بنسمع عن فولكس فاجن كل الشركات دي كلها عندها اوقاف. لدرجه حتى في واحد بتاع سلسله المخابز مشهوره في المانيا اسمه كامس ده رقم حاطط مليار للأوقاف. يعني عشان نشوفه يعني الموضوع مش موضوع ليس فقط عمل إنساني وخير ولكن حتى الشركات بتهتم بهذه القضية. فقضية التيمومة قضية مهمة جدا وأساسية. للأسف الشديد يعني كتير جدا من المؤسسات لا تهتم بقضية إزاي تثبت أركان المؤسسة لتحصل على قضية الإسلام. يعني إحنا دايما مشغولين بقضية التبرعات وعمل المشاريع زي ما ذكرت ولكن بننسى المؤسسه وما هي اسس الموضوع الاستدامه اللي موجوده. انا في بدايه عملي في الاغاثه الاسلاميه يعني بعد ما اشتغلت ثلاث اربع سنين كنا مشغولين في الفندريزم ومسائل الدور ونعمل حملات كثيره فسبحان الله ربنا اكرمنا ان نروح على كورس لواحد الماني خبير الماني. وعلى فكره موضوع جمع التبرعات في المانيا فيها مراكز ابحاث فكان ده مركز ابحاث بيناقش قضيه الدايركت ماركتنج وقضيه جمع التبرعات من خلال البريد وما الى ذلك. فيعني الراجل اللي كان موجود كان عمل احصائيه وكانت الاحصائيه بالنسبه لي غريبه وممكن تكون غريبه بالنسبه لنا احنا كلنا. يعني كلام سيدنا السحر صحيح. بعد اذنك يا دكتور سيد كتبناه في قلوبنا وفي أفئدة جدا. والله فيها أرواح هنا. مرة ثانية. قلت له افتحه مرة ثانية عشان نطلع في الأول. هي الصورة دي تأكيد لكلام الدكتور هاني وتأكيد لكلام الدكتور سيد. يعني هو رسم خاص كده. تلاتة. عشان يبين لنا قضية الاستدامة. هنا ده مشروع اللي احنا بنعمله وده هنا الحمل ودي هنا المؤسسة. كم النسبة اللي بتلعب دور في المتابعين او الناجحين انه بيتبرع ليه؟ لو قسمناها نسب بيدي كم نسبة عشان انت تخلو مشروع؟ قد ايه النسبة اللي بتتكسب؟ المشروع جميل جيد جدا. كم تديله نسبة؟ لو انا خدت النسبة مشروع وطلبت منه تبرع، كم نسبة اتخاذ القرار عند المانع؟ المشروع فقط. للمشروع فقط. 1% ل2%. كم؟ 1% ل2%. واحد تمام. المشروع كان فيه 10% يعني
10%. تمام. يمثل يعني حاجة مشروع، حاجة حاجة للدولة في رغبة. يعني هو دلوقتي عنده الولد، عنده المؤسسة، عنده المشروع، وعنده مطبوع جميل جدا، وعنده ديجيتال بول، يدعو عن طريق ايميل وعن طريق التلفزيون. فهو هيتخذ قرار بالتبرع، كان بيلعب جودة المشروع عند المال ان هو يقدر يتبرع. 10% ألف مظبوط؟ وكان تلعب الحمل. المشهور وضعتها وما إلى ذلك. كم عمل 30% بشكل؟ كم؟ 30%. 30%. وكم بتلعب المؤسسة؟ 60% هي بتلعب المؤسسة. 60%. متفقين على ذلك؟ لا. ما حسن نسبة كثيرة. أنا لا أتفق أنه على حسب المؤسسة. وعلى حسب نوعية المشروع. وعلى حسب الحمل. يعني في أحيانا مؤسسات الإنسان فقط ينظر إلى اسمها. وبعدين خلاص وقفت كل الثقايا، مثل ما صرفة من دكتور هاني البنا والدكتور سيد، إنه قد نشأت قوائمها، قد تغلغلت في أنفس الناس وفي وجدانه، خلاص المؤسسة قالت هذا تمام. فاحنا انا بقول الكلام ده، احنا كنا مشغولين في موضوع الفند ريزنج والجمع وعمل الحملات، كنا بنبقى مشغولين في الحتتين دول اكتر حاجه. وفعلا النسب اللي ذكرتوها نسب تقريبا قريبه منها. قال لك ان جوده المشروع في اقل من 15% على اتخاذ القرار للجوده، و15% على جوده الحمله اللي احنا كنا نقعد المطبوع نقعد نسهر عليه عشان نبين الكلمات وشكل الصور والالوان والحاجات دي كلها، و70% يتخذوا القرار على المؤسسة وشكلها. ده اللي الدكتور حنان قال، ان احنا بعض الاحيان بننسى وندخل في الحملات وندخل في حاجه بيسموها التولز او الادوات اللي احنا موجودينها، او بنقعد شاغلين نفسنا جدا بكيفيه التصميم المشروع اللي موجود عشان نقول المانع، لان انا يعني بنلاقيها في التيك توك المانع عشان رغبات المانع ورغباته، فبنهتم احنا بالحتتين دول وبننسى المؤسسه اللي موجوده في النص اللي هي اصلا سبب استدامة المؤسسه. فهي دي نقطه مهمه جدا عايزين نحطها في الكلام. فالمؤسسه عشان تبقى مؤسسه مستدامه سواء كانت ماليه او اداريه او يعني في كل هيكلها الموجوده، لازم يبقى عندها بعض الشروط الاساسيه الموجوده، وهي شروط بسيطه جدا على فكره. احنا للاسف شايف لما بنتعامل مع المؤسسات بنبقى شاغلين نفسنا جدا جمعنا كام؟ وصرفنا كام؟ المشاريع اللي موجوده كام؟ ولكن بيبقى عندنا جهد قليل جدا وضعيف جدا في كيفيه ترتيب الوضع الداخلي للمؤسسه. ابسط حاجه رساله المؤسسه. رساله المؤسسه ايه هو السبب اللي من اجله اقيمت هذه المؤسسه؟ كتير من المؤسسات اليمنيه والمؤسسات السوريه اقيمت بسبب انها تكون عشان تشد عكس معين عايزه تحققه. هل رساله المؤسسه دي تفضل معانا متابعينها في خلال مراحل حياتنا؟ ولا مع الوقت ممكن بننساها وبنتجه الى اتجاه اخر؟ انا بقول لكم ان في مؤسسات كثيره فقدت البوصله بتاعتها مع مرور الوقت، لانها اهتمت جدا بالمالح ولم تهتم بالرساله اللي موجوده اللي انشئتها من خلال هذه الاشياء. ثانيا الاستدامه اللي احنا بنتكلم عليها في المؤسسه استراتيجيه وليس قرار بسيط، يعني مش قرار عشوائي ان احنا نستثمر الاستدامه او ان احنا نوفر 10% او نوفر 20%، لا هو قرار استراتيجي من داخل المؤسسه ازاي ان انا اقوي نسبه الاستدامه اللي موجوده. هل انا عامل مؤسسه؟ انا كلمت اخوه سوريين كتير، مع الدكتور هاني كنا عملنا كذا اكثر من ورك شوب، كلمنا مؤسسات عراقيه كتير، مؤسسات يمنيه، مؤسسات يعني سودانيه. رؤيتكم ايه للمستقبل؟ انتوا عاملين المؤسسات دي عشان الازمه السوريه ولا عشان ازمه دي؟ ولا عندك بعد المؤسسات دي تبقى 50 سنه؟ هتختلف الرؤيه تماما ما بين ان انا عامل مؤسسه عشان احل ازمه انيه، وبين ان انا عامل مؤسسه وعندي بعد ان المؤسسه دي ان شاء الله تكون 20 و30 سنه لقدام. فكتير منهم بيبقى عندهم الاسئله دي على رغم بساطتها ما بيبقوش عندهم ردود عليها. فبعد الوقت بيكون عايز يجمع تبرعات من اي مكان، المؤسسه بتكبر بيزن انها كبيره، الأزمة بتنتهي بتصغر المؤسسة وبتتقلص مرة ثانية. أنا أفتكر يعني دكتور هاني مش موجود، ولكن أفتكر إن حصلت عندنا أزمة مالية كبيرة داخل الأزمة السرية بعد أزمة البوصلة. يعني دكتور يعني كنا بنسميها إحنا الموضوع الانتفاخ، انتفاخ المؤسسة.
أزمة البوسنة كان الناس متفاعلة جدا في أوروبا، ودوا تبرعات ضخمة جدا أكثر مما نتخيلها، وفجأة المؤسسة كبرت فبدأنا نكبر. فاكر أنت يا دكتور موضوع البوسنة؟ فبدأنا نكبر بقى في القطاعات ونفتح وبتاع، وفجأة أزمة البوسنة خفت، فحصل ضروب في جمع التبرعات. وكانت دي مرحلة مفصلية في تاريخ الإغاثة الإسلامية، هنعمل إيه في هذا الوقت وهذا الموضوع؟ فاللي دفعنا فيها إن إحنا غيرنا الرؤية تماما وغيرنا الاستراتيجية الأخيرة بتاعت المؤسسة، وبدأنا إن إحنا فينا نظرة مختلفة شوية عما كانت لأن كانت أزمة التسويق. فأنا بنصحكم في مجالس الإدارة إنه تشوف لازم يكون عندك رؤية المؤسسة للفترة اللي جاية. هل أنا عامل المؤسسة بمجرد حل أسباب معينة؟ ولا أنا عاملها إن أنا عايز نوع من أنواع الاستدامة اللي موجودة المؤسسة تكون قائمة؟ وممكن نتخيل بعد 10 سنين بعد 15 سنة هيكون دورنا إيه؟ ممكن الأزمة تتحل إغاثيا، ولكن هل في عندي نوع من أنواع رؤية مستقبلية لهذا الموضوع؟ بنحط أهداف كمان رئيسية وأهداف مستدامة، ودي معروفة يعني معروفة عند الجميع. وأنا يهمني كمان هنا صورة المؤسسة. الدكتور هاني اتكلم في الموضوع ده، موضوع الكوادر الإدارية وموضوع الحاجات اللي قلتها كلها. موضوع السياسات اللي موجودة داخل المؤسسة، هل في عندنا سياسات داخل المؤسسة ولا لا؟ عشان نضمن قضية استقرار ودوام المؤسسة. ولما بنتكلم على السياسات في ناس كتيرة جدا بياخدوها بأسلوب المقيطة. عندك سياسة مش عارف حماية إيه، وسياسة مالية، وسياسة مشاريع، وسياسة كذا وكذا، ويقول لك اللي بيعمل السياسات دي ناس متخصصين. أنا بقول لك لا. السياسة بتكون ورقة ورقة ورقة. ممكن لكل سياسة، لو أنت عندك سياسة مالية، لو عندك سياسة مشاريع، أو عندك أي سياسة معينة، ممكن تعملها ورقة ورقتين. ومع الوقت بتبدأ تزيد مع الوقت. هو ده المقصود بقضية الاستدامة. إن أنت مع الوقت بتبني سياسات المؤسسة اللي موجودة، سياسات المؤسسة اللي موجودة بتبنيها مع الوقت. زي ما بيقولوا وانت مش عامل تنفيذ ولا اي حاجه، ولكن السياسات اهميتها ايه؟ انها بتعكس ان المؤسسه هذه عندها نوع من انواع رؤيه للمستقبل حطها لضمان انه ما يحصلش اي اساءات في المستقبل القريب او البعيد للمؤسسه. فهو ده المهم جدا. رابع نقطه يمكن ذكرها الدكتور سيد، يعني هي المحيط اللي احنا عايشين. كتير جدا بنعمل حملات لجمع التبرعات، بنتكلم على قضيه الاستدامه بدون ما بنشوف الواقع اللي موجود، رغبات الناس اللي بتعمل فيها المحيط اللي كله بنتكلم على قضيه الديجيتاليزيشن كمثال، اللي هي موضوع دلوقتي، وازاي تحول في الفندريزنج لموضوع الديجيتاليزيشن وما الى ذلك، بدون ما اولا ما يحطوا بينا تحتيه، وبدون ما يفهموا الناس رغبات. أنا عايز نبعد عن قضية إن إحنا ناخد سلوجان أو كلمة شكلها جذاب وبناء عليه ممكن إحنا نحط المؤسسة وتتجه هذا الاتجاه بدون ما يكون عندنا الأسس اللي موجودة وبدون ما يكون عندنا فهم كامل. أنا بقول لكم بكل صراحة إن في بعض الأحيان كنا بنعمل حملات وما إحناش فاهمين المتبرع بيفكر إزاي ولا بياخد قراره إزاي. ففعلا لما بدأنا إن إحنا نحط داخل الإغاثة الإسلامية نوع من أنواع سيستم للدونر، بدأ الموظفين يسجلوا ايه الدوافع اللي حصلت، بدأت تكتمل عندنا صورة مختلفة تماما عن الصورة اللي كانت موجودة هكذا. فالمهم جدا لازم نشوف كمان رغبات المتبرعين او المانحين او اي شيء هي عاملة ازاي، ازاي احنا نلبيها لضمان موضوع الاستراتيجية. لانه مهم جدا جدا انه اذا المانح او المتبرع وثق في المؤسسة وتعرف عليها ثق تماما انه لن يغير. أنا بقولها لك تماماً إلا إذا حصلت بقى أزمة كبيرة ممكن تكون سياسية وما إلى ذلك. فلازم يكون عندنا برضو وسيلة من وسائل إن إحنا كيف أقنع العالم الخارجي بهذه المؤسسة، حماية للمؤسسة من ناحية، استدامة للمؤسسة وتمويل من ناحية، وبناء العرض وهيكل المؤسسة من ناحية أخرى. الحاجات الباقية بقى زي السوشيال ميديا وزي الجوابات والخطابات دي كلها بتسمى أدوات، يعني ما بتعتبرش إن هي حاجة أساسية في الموضوع، هي مجرد قنوات إن أنا إزاي إن أنا أصل إلى المتبرعين اللي موجود عندنا. فهو المهم جدا رجاءً هو التركيز في هذا. يعني إذا كنا عايزين نحصل على استدامة حقيقية للمؤسسات إن إحنا نفكر في المؤسسة، هيكل المؤسسة، رسالة المؤسسة، رؤية المؤسسة، استراتيجية المؤسسة، أهداف المؤسسة، ونحط لها جهد. لأن كتير جدا من مجالس الإدارة
انا بقولها عن خبره، الله اعلم اذا كان الموضوع ممكن في بعض المناصب مختلفه. نقاشاتهم عاده كلها نقاشات ماليه اداريه محدوده، ولكن لانها حاجات سهله. انا بعتبر مناقشه الميزانيه والدكتور هي مناقشات كم حطها؟ 100 و200 ومليون ونص مليون وربع مليون، فهي قضيه سهله للنقاش. والامور الاداريه موظف تعين موظف برضه كلها سهله للنقاش، لكن الحته ان انت يكون عندك استراتيجيه للمؤسسه صعبه. صعب على الذهن، يعني لو الانسان بيتفرغ لها وقت وفرغ لها شويه جهد هيوصل لنتيجه كويسه، فلازم المهم ان احنا نهتم بالمؤسسه، نهتم برساله المؤسسه، نهتم باستراتيجيه المؤسسه، نهتم ببناء البنيه التحتيه للمؤسسه، ويكون عندنا رؤيه ان المؤسسه دي هتستمر لفتره طويله وليس لفتره مؤقته. فده حتى يعني ده بيكون نوع من انواع نوع اخر مهم جدا واحنا بنفكر في المؤسسه كمان، انه مين الشركاء المحتملين؟ يعني لازم يكون عندنا نوع من انواع بيسموها الستيك هولدرز مانجمنت، اللي هي موضوع بيسموها بالعربي الناس اصحاب المصلحه. يعني هل المؤسسات قعدت مع نفسها كمجالس اداره وكموظفين وحددوا مين هم الستيك هولدرز؟ مين هم اصحاب المصلحه اللي موجودين عندنا في البلد اللي احنا عايشين فيه؟ هؤلاء الاشخاص هل يؤثرون في المؤسسه ايجابيا ولا سلبيا؟ كيفيه التواصل مع اصحاب المصلحه اللي موجودين؟ لان هو ده اللي بيضمن نوع من انواع الاستدامه الماليه والاستدامه المؤسسه، انك تعرف تخاطب كل حد بلغته. والرسول صلى الله عليه وسلم يعني كان وصى دايما ان احنا نتكلم بلغه القوم. واللغه اللي موجوده مش معناها اللغه اللي هي التركي او الالماني، ولكن اللغه اللي هو اللي يستطيع ان هو يستوعبها ويستملكها. فمهم جدا ان احنا مخطط للاعلام مختلف عن مخطط للحكومه، مختلف عن مخططي للجوانب. فدي يعني مهم جدا، ان يا ريت انا بطلب من كل مؤسسه في ورك شوب صغير انه يعملوا الحاجات دي. كيف بناء عمل المؤسسه؟ كيف بناء استراتيجيتها؟ وموضوع الستيك هولدرز مانجمنت انا بعتبره اساسي هيغير وجهه المؤسسه تماما لما تعمل قائمه موجوده مين هم الستيك هولدرز؟ كيف يؤثرون في المؤسسه؟ تاثيرهم ما كيف نؤثر نحن عليهم؟ يعني الاعلام اللي موجود سلبي، هل انا ممكن ان انا اجد قواسم ان انا اعمل نوع من انواع التحويل الايجابي لهذا الموضوع؟ وبكم ممكن نسبه التاثير؟ ومن اصحاب اللي هم الاشخاص اللي انا قادر ان انا اعمل. النقطه الاخيره موضوع يعني موضوع الاستدامه بحيث ان احنا نختم بيها ان شاء الله، هي قضيه ما هي رؤيتنا للمستقبل والتحديات المستقبليه اللي جايه. كتير جدا احنا عايشين في العالم زي ما واحد راكب عربيه بس ما عندوش الازاز اللي قدامه بتاع العربيه، معاه بس الازاز اللي بيوريه ورا لكن ما بيودوش قدام، او الازاز اللي قدام لما بيحصل بطله اول حاجه بنعملها بنشغل المساحات. ليه بنشغل المساحات؟ عشان نقدر نسوق، وبعض الاحيان بنبطئ السرعه بحيث ان السرعه العاليه ممكن تؤدي بينا فدي اجراءات بنعملها بشكل طبيعي. فالسؤال هنا ما هي الترندز؟ ما هي الحاجات اللي جايه علينا؟ انا بقول لكم حتى بتوع في الموضوع دي مؤسسات كبيره. مؤسسات كبيره جدا اكملنا مش مستوعبه التحديات اللي جايه، مش قادر يشوف التغيرات المناخيه اللي موجوده قدامه، المناخ جاي هيحصل مطر ولا مش هيحصل مطر، فما بيكونش مستعد بشكل جيد. فيا ريت ان المؤسسات فعلا قضيه اساس من اساسيات الاستدامه سواء كانت ماليه او غير ماليه، انه لازم نشوف التحديات المستقبليه جايه عامله ازاي ولا لا. انا هديكم مثال عملي، قضيه الكورونا، الازمه في الكورونا ده. أنا بقول لكم إن إحنا يمكن عملنا جلسات قوية جدا مع بعض الاستقرار لتوقعاتنا من أزمة الكورونا اللي موجودة وتأثيراتها على العمل الإنساني والخارجي. هل هي يكون تأثيرها إيجابي ولا يكون تأثيرها سلبي علينا؟ ولو تأثيرها سلبي إزاي نتعامل معها؟ يعني كيف نتعامل مع إن الغزة الإسلامية نشأت وطويت في أزمة محدودة أثناء المجاعة اللي موجودة في إريتريا أو في السودان ومتهيألي لكن كان في هدف موجود انه ازاي نحول هذه الى مؤسسه دوليه. فالافاق كبيره وقضيه الاستدامه قضيه مش صعبه اطلاقا ولا قضيه معقده،
ولكن ممكن لو فعلا الناس قعدت مع بعض واستعانت وتبادلت الخبرات وفكروا في حدود الاداره التقليديه ممكن مؤسسه تنتقل الى معذره يعني. شكرا لكم. خمس دقائق يعني اباحه خمس دقائق وبعدين نكمل. طيب على كل حال انا كان لي بس اني اتكرم لكم قبل كان لي الحقيقه طلب مثل هذا الكلام لو تم تلخيصه وتركيبه الحقيقه ومع المداخلات بحيث يعني يعطى للمؤسسات تكون قبل ان ننتقل للراحه كنت اود الحقيقه من حضراتكم التعريف بالاسماء مع المؤسسات حتى يكون في نوع من التعامل في المستقبل اللازم. وقبل هذا كنت يعني قبل فتره ابحث في ما يسمى بالميتافيرس والتحديات التي يواجهها شباب العالم اليوم وليس الاسلام من تغيير الهويه مش الانسان مش الاسلاميه ولا النصرانيه ولا اليهوديه يعني ما يتعلق بتغيير هويه الدين الى شيء اخر وربما تكون الجنوبيه يعني متبنى من هذا الامر. كنت افكر بتداعيات هذا الموضوع ايضا على العمل الانساني في المستقبل. هل فكرنا فيه ان احتمال الحقيقه أعطانا مؤشر لأنه إحنا كمؤسسات عمل خيري لا بد أن نعيش الواقع ونفكر 40-50 سنة قادمة كيف نستطيع أن نتعامل مع الواقع الذي سنحصل. طيب إذا تكررت بالكلام بسرعة من الوقت منا الاسم مع المؤسسة سريعا ثم خمس دقائق إن شاء الله تعالى نعمل بريك ثم ذلك نعود إن شاء الله نستمع إليكم أحب ذلك معنا ذاك سيد الموجود معنا في المنصة على أساس إحنا نستمع لمداخلاتكم وأيضا استفساراتكم. تفضل يا أختي. المنى الحجرية الوكالة اليمنية الدولية سمية الوكالة اليمنية الدولية وأم الدين الوكالة اليمنية الدولية للتنمية موقف أرام السلام كل عمان مؤسسة النعمان عندي صوتكم يا شباب مؤسسة النعمان في وطن الشركة السفيرة الخيرية ومريض فاونديشن بس ائتلاف لوحده حتبدأ ائتلاف لوحده وحال شعره الله تم لو وقف إشعار تنكيل وقف إشعار علي الفقيد طالب ماجستير تسلم كمالين شعر وقف الأمل للتعليم هنا فيه لا ما شاء الله كمالين ماش كمال واحد محمد غالي وقف الأمل للتعليم. أنا حسن جمالي وجدان خيري. سميرة شبابي جمعية بلقيس. بلقيس بسم الله ما شاء الله. ديانة القدسي إن شاء الله في مكان يمني الدولة الثانية. محمد محفوظ جمعية ناس الدعم الاجتماعي. سليم حافظ مؤسسة جيل القرآن. جيل القرآن. زينة الميدي مؤسسة من أرض. ماجد الشوبكي جمعية وجدان الخيرية. عبد الوهاب التوريتي الوكالة. أحمد صديق مؤسسة الشباب. عمل إعداد إدارة الطلاب الدوليين، طلب التعليم الدعم التعليمي الجامعي في الجامعة. أخوكم أسامة قاعود جمعية جوار لحقوق الحياة وكذلك الوكالة اليمنية الدولية. شفق. فرط الجندي شفق. شفق. إمام سلام الجمعية العالمية للتنمية والتضامن شفق. شفق. صلاح الدين القياضي وقف ويصل طبيب.
الزيتون انت اسماء القباطي مؤسسه اضواء تنميه اضواء ايها الطلب جمعيه اركان الانسانيه السلام عليكم سليم الاركاني جمعيه اركان الانسانيه اركان الروهينجا اركان الروهينجا ما شاء الله شاكر بطيخ وسجل القران مراد ابو صالح وسجل القران سيد الزناني الأكاديمية الإنسانية للإغاثة هي جزء من الإغاثة الإسلامية يحيى سعد شركة بصور شركة بصور أحمد يحيى شركة بصور أنا الغربي وكان الجمعية الدولية الإسلامية أحمد حسني جمعية أمة الخيرية جمعية أمة نعم لا غير وقف الأمة لا غير وقف الأمة زكريا شعلان الوكالة اليمنية حميد رجلان مركز الاستطلاع والاستشارات لحكيم الأثر وكيس عبدالعالم ومن باب الاستدامة كتطبيق حددت بعض أسماء والأرقام كشف وأسماء المنظمات وأرقام كادرومي محمد ويس جمعية أمير الخير مصطفى حسين جمعية أمير الخير مسؤول علاقات العامة والتصوير. طيب إخواني وأخواتي تفضل. اللي ما كتبش بس الدكتور يسجل في الكشف. خمس دقائق بس نعمل هكذا شوية. في تلف وشوف. أنتوا الجلسة الجاية جلستكم. جلستكم أنتوا هتتكلموا ها؟ بس.